السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي كويزين دو فاتيلا. اليوم هو فيديو خاص بحلويات العيد، فيديو تعاون مع منى من قناة لا بريستيجوز منى ليزا اللي مجيتها غادي تقدم لنا حلوى راقية ورائعة جميلة المنظر، اهرامات باللوز، وانا مجيتي غادي نقدم لكم دي باركيت باللوز. قناة منى دو لا بريستيجوز منى ليزا قناة رائعة، غادي تلقاو فيها مكياج، وصفات حلوة، وصفات مالحة، داكشي عندها متيول وغزال تبارك الله. ما تنساوش تعملوا لها اشتراك على الرابط اللي غادي يظهر على الشاشة على اليمين. بالنسبه للوصفه ديالي وهي باركيت باللوز، كيجي الشكل ديالهم بحال لي تارتليت، ساهلين في التحضير ديالهم. المقادير غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، انا بغيت ندوزها في الميكرووند ساعه ذوبتها. غنحتاجو ايضا 350 غرام ديال الدقيق، بيضه كامله، 50 غرام ديال سكر غلاسي، شويه ديال الملحه، وربعة ديال المعالق كبار ديال ما زهر. للحشوة غادي نحتاجو 150 غرام ديال اللوز مطحون بقشورو، 50 غرام ديال السكر، ساشي ديال السكر فانيي، 50 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال الكونفيتور ديال المشماش، القشور ديال نصف حامضة، وبيضة كاملة، ورشة ملح. نبدأ بتحضير العجين. غادي نخلط الزبدة مع السكر غلاسي، من بعد غادي نضيف البيضة، غادي نضيف ما زهر، ونخلط من جديد، من بعد غادي نضيف الدقيق ورشة الملح، ونجمع العجينة شوية بشوية، ما ندلكهاش بزاف، نشكلها كويرة. غادي نغلفها بفيلم بلاستيكي غذائي، وغادي نحطها في الثلاجة مدة نصف ساعة تقريبا. غادي ندوز لتحضير الحشوة. غادي نخلط الزبدة مع السكر، مع سكر الفاني، غادي نخدمهم مزيان، من بعد غادي نضيف البيضة، غادي نضيف مربى ديال المشماش والقشور ديال نصف حامضة، ونخلط مزيان المقادير. أخيرا غادي نضيف اللوز مطحون ورشة الملح، ونخليهم يرتاحوا في الثلاجة نصف ساعة. منين كتبرد العجينة وتشد راسها كنخرجها من الثلاجة، غادي نطلقها فوق سطح مرشوش بالدقيق، ما خصهاش تكون رقيقة بزاف، وما نخليهاش غليظة. من بعد غادي نقطع طريفات على حسب قياس لي باركيت دياولي، وغادي نعمرهم بالعجينة، نحيد العجينة الزايدة، ونعمر ليمون دياولي كاملين. بالنسبة للعجينة اللي كنقطعها نحطها طراف فوق طراف، ما نكورهاش، نعاود من جديد نحطها تاهي في الثلاجة باش تطلق ليا مزيان. منين نكمل من لي باركيت غادي نحطهم في المجمد مدة 30 دقيقة تقريبا. نخرج لي باركيت من الكونجيلاتور، ونعمرهم بكريمة اللوز اللي تاهي حطيتها في الثلاجة باش تشد راسها، من بعد غادي نزوقهم بحبات اللوز، وندخل لي باركيت الفران مسخن على 165 درجة مدة 25 دقيقة. ها هما لي باركيت منين طابو، نخرجهم نخليهم يبردو. منين بردو حيدناهم من المول، وقبل التقديم فقط غادي ندهنوهم بناباج او مربى ديال المشماش باش يعطيهم منظر زوين.
ها هما لي باركيت ديالنا واجدين، ان شاء الله تكون الوصفه نالت اعجابكم. ما تنساوش تعملوا لها لايك وبارطاج. ما تنساوش ايضا تمشيو تشوفوا الوصفه ديال منى من قناه لا بريستيجوز موناليزا، اللي الشكل ديالها راقي وجميل جدا، غادي تحمر لكم الوجه نهار العيد. ما تنساوش تابعوني في قناتي باش ما تفوتكم حتى شي فيديو. تابعوني في صفحتي على الفيسبوك، في تويتر، انستغرام وسناب شات. شكرا، ولقاؤنا مع شيوة جديدة بإذن الله.